مروان، طب افتح بس، عايز اكلمك عشان خاطري. افتح. طيب مروان، مروان ما تزعلش مني والنبي، انا عارفه ان انا غلطت بس والله مش هعمل كده تاني. انت رايح فين؟ طب ما تاخدني معاك، انا ملياش حد غيرك هنا والله في البلد دي. مروان عشان خاطري ما تزعلش مني، والله مش هعمل كده تاني، والله العظيم يا مروان مش هعمل كده تاني. مروان عشان خاطري والنبي يا مروان. الحقيقة أنا كنت عايز أجي لسيادتك في البيت وأتكلم معاك في الموضوع ده، بس لقيت إنه أفضل إن إحنا نتكلم في المكتب. أوي أوي، نو بروبلم، مفيش مشكلة. في إيه؟ للأسف عندي أخبار مش كويسة شوية. بخصوص أيدي؟ للأسف أه. يا ساتر يا رب. في إيه؟ في إيه؟ قول لي، أنا قلبي انقبض، اتقبض عليها؟ لا 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 خالص. أحد قلبي، أمال في إيه؟ الموظفين بتوع الشركة رافعين قضية على هايدي. بعد ما عرفوا بحجز البنك على الشركة، كل واحد فيهم رفع قضية مستقلة ورافعين قضية مجمعة. موظفين إيه وهباب إيه والكلام الفارغ ده؟ إحنا مش كنا خلاص خلصنا من الصداع ده؟ هما كانوا سكتوا بالمسكن اللي سيادتك عملته لهم، على أساس إن دي فترة مؤقتة وكل واحد هيرجع لشغله، بس دلوقتي بالنسبة لهم مفيش شركة وهما بيطالبوا حقوقهم. طيب أنت شايف إيه؟ أنا بحاول أدرس الوضع القانوني من ناحية، في نفس الوقت بحاول أوصل لقيادات العمال، عايز أقعد معاهم وأشوف إيه سقف طلباتهم. لو طلع قريب حضرتك تتصرف معاهم وتخلصنا من الحكاية دي. دول بقوا 75 قضية وبيزيدوا، لدرجة إن المحامي بتاعهم مش عايز ياخد أتعابه دلوقتي، مأجلها لأنه ضامن القضية. أنت خليك ماشي في السكتين، وأنا برضو سيبني فرصة كده هفكر وهقول لك على الحل. انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها يا خزنة؟ دي حيالة تلاجة معفنة، خايفة الحرامية يسرقوها؟ انا عايزة اسأل سؤال. انا اقفل التلاجة بالقفل، اقلبها تلاجة كازوزة؟ انت مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستبحي ولا صبحة جل. انا كم مرة قلتلك تتكلمي بطريقة ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقولك كده علشاني، انا بقولك عشان خالتك المسكينة بتقعد طول اليوم جعانة، وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجة. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. ايه خالتك ده مين؟ اروح خالتك؟ انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حالة مستأجرة عندنا اوضة مفروش. وبعدين بقولك ايه، احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها بطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايلها لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع تروح تاكل من النمليه، من ايام امها الله يرحمها احنا على كده. نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خليني انزل اشوف اكل عيشي، مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد. يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح؟ انا ناقصه عايزه بطاطس من النمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون، تقفلي الباب عليا وتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه؟ مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن، اقسم بالله ارجع ظروفك دماغ تكتمي بقيه اليوم. بقولك ايه، انا بعملك نسخه وابعتها لك، بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج. وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي يا بنت؟ انت يا اللي ماشيه يا حلوه. حاضر يا سون. نعم. انت بايده كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكره قوي يا سون. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايز اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا، بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. هقوم انا يا بنتي بدل ما حد يتكلم معاكي. اقعدي يا حاجه انتصار، ما حدش هيتكلم. اقعدي، انت تعبانه، ده انت كنتي هتقعي من طولك، وبعدين ضغطك واطي قوي. ربنا يكرمك يا هاجر يا بنت حقوقة ويقعدهولك. والله يا بنتي كانوا أحسن الناس، هي بس دجوها طلع لأبوها طول عمرها هتبيع أي حاجة عشان خاطر الفلوس. معلش يا حاج، ما هي بنتك برضو. أيوة يا أختي، بس ربنا ما يرضاش بالظلم، وهي سبب المرمطة اللي أنا فيها دي. أنا مش زعلانة منها، أنا زعلانة عليها. احنا طول عمرنا فقراء، بس عايشين بشرفنا. لازمتها ايه الفلوس دي اللي تخليك تبيعي امك وابوك واخواتك ودنيتك وشرفك؟ ابو هاجر،
الحقيقة ابراهيم عايز يمشي. يمشي يمشي ازاي؟ انا عارف. امشي قدامي. عايزه اوصلها خالص يا كوريا احسن، خايفه تلقط حاجه من المدرسه، وخصوصا ان بقالي يومين مش مرتاح. يا نصيبتي لقيتي ايه؟ قمله ولا زبال؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مفليها امبارح بس للامان. اه خضتيني خليتيني اهرش. ماشي مالك يا بنت مكلدمه كده ليه؟ انت مش عايزه تقص شعرك؟ لا مش عاوزه. البنت مقهور على شعرها وتعايز توصل احتياطي. قومي يا بنت مفيش قص. هو ايه جرى يا كوريا؟ مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ يا اختي عايزه اشتغل، انا اكون قاعده في المحل بعمل ايه؟ باخد حمام سمس، لكن برضك انا مش هشتغل غصب عن الزباين. بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي انت اعملوا لك بلح. لا خلوا لك يا اختي البلح بلح ده. يا اختي النسوان دي ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاو؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اختي بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعو، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى اما يخرج هيمة، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيمة خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومة بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيمة. بس انا بحب هيمة ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حتة تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طعون على حق. يلا رجالة لحسن حسن الأكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقولك يا دكتور الله لا يسيئك، أنا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده، أنا قلبي مقبوض وحاسس إن أنا روحي هتطلع لو قعدت هنا أكتر من ساعة. يا إبراهيم أنت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا اروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، اديت تلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ايه؟ وبيزعل؟ ابله يا ابله. حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا. سوكا خرجني من هنا. عايز احكي لك حكايه لواحد صاحب اسمه صبحي. ياما كنت في الوراق كنا زملاء في الجامعه، كان صبحي دوت ما عندوش غير قميص وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم، بعد ما بيخلص الجامعه بينزل على الشارع بيدور على الفلوس باي شكل، اشتغل اي حاجه، يبيع مناديل يغسل عربيات يبيع فل اي حاجه، المهم يجيب فلوس. وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشري قاعد يتحايل عليه عشان يشغله عنده، الراجل صعب عليه وقام مشغل صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده، الراجل حبه وابتدى يرقيه شويه بشويه لغايه ما قعده على الكيس اللي هو الكاشير يعني بلغتنا دي. مش صبحي بقى يحمد ربنا، لا صبحي طمع طمع صبحي، وابتدى يفكر ازاي يشارك الراجل في ماله، ابتدى يلعب على الراجل. الراجل حس، تخيل انت الراجل يعمل ايه؟ ها ولا حاجه. ليه؟ عشان الراجل طيب. قام طرده اسبوع والتاني، وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب. قام راجع للراجل تاني وبس ايديه قبل رجليه، ولا بوس ايدك ابدأ معاك من الأول إن شاء الله اغسل صحون. الراجل قال له خلاص. قال له ايه بقى؟ خلاص. قال له ادخل يا صبحي، خد دش وغير هدومك وخش المطبخ
استلم شغل. ها مستنية ايه؟ ادخل خدي دش وغيري هدومك وخشي اوضة النوم استلمي شغلك. يلا ايه وقفتي ليه؟ يلا حبيبي يلا ماما يلا. اهو الاكل اهو كولي. اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ هاتي قلت كتير. حاضر حاضر تفضلي. الله الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي انا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. طب قوم اعملي له بيض. انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. اتفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوه. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجه تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون لا لا تنامي لا. اخرج اخرج مش بره. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ينفع. ماليش دعوه ماليش دعوه. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. اجيب حلاوه حلاوه بالسوداني. يا ربي. طيب طيب خلاص خلاص تعالي ما تعيطيش تعالي. خلاص هخرجك وامري لله. فابو الريش عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شلاه يا ام هاشم وشارع زين العابدين ده المنطقه دي دنايسها كلها. بقول لك ايه، تعرفي زيكا باصبع؟ ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي. انت ما تعرفوش الايطالي؟ الايطالي السداه الاسم ده مش غريب عليا. طب وانت ليك اخوات تانية يعني غير الايطالي؟ عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى ابو الريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك. هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم انا اخلي منطقتي دي بطن البقر احسن منطقه فيك يا مصر. بقره دي بقول لك ايه في ايه. دي منطقتي يعني، لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. مش معنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم أن ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صوره امي. ما انت ما تعرفيش امي دي. امي دي هتعرفيها هتعرفيها. يا ولا يا ولا انت وهو العب بعيد. والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتايج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا. جت كل قرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكا، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي. عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزدان يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواه؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي والنم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه تنمي على مين يا بنتي؟ على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك اسم الله يا اختي. عاوزاني انام معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي، مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. والله والله ما يغلو عليكي يا ام سوكا، ده انت حبيبتي، ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي. مالها؟ مترملة يا عيني. البت صغيرة وزي القمر بس مترملة. جوزوها راجل من الخلايا كبير في السن. ومقرش ومعاه فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت. طردوها طردة الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش. هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردة الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي من ساعة ما طلعت يعني لا حس ولا خابر؟
الله، لا تكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنه. يا اختي انا ما اعرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنتي البت ده اهي سهناي. اه والله سهنه كده اهوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجه كده اهوت مدفونه جواها. اه والله. لا 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 لا، حاجه مدفونه عليك انت برضو يا موسوكا. اه انت كده لا تبقي خالتي ولا اعرفك. وحيات مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله. ده انا ما بقاش ام موسوكا يا بنت. تخرج تقعد، انا ماليش فيه. انا اللي عايز اعرفه دلوقتي اللي بينك وبينها ولا ابراهيم. كتف وجعني قوي يا كوري. الواد غزال، سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا. اللي بينك وبين نوال؟ نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيما حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكة دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشرحها. قادر يا كريم، ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ انت شفتش عملت ايه؟ شفت شفت، انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا. ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بنت يا هبله، ده شغل حريم. دي بتعمل كده عشان ارشم الحيطه، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقط. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص، بس بمزاجي هتقرطص، بس مفتحه لك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبة عند حضرتك في التقرير. أبو طالب بيروح يشرب ويروح شقة مشبوه يا باشا. وأنا مالي بيه؟ أنا عاوز بنته. تفضلوا كملوا شغلكم، وأي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز أبقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. أموت أنا وأعيد السنة. فايبريشن عليا، طلع فايبريشن. مزة مزة. يلا يا سندس. شفتي يا أخت البيت؟ ماشية ولابسة وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقرة. اقطع دراعي من هنا، إن مكان ورا البت دي إن، بس أنا بقى مسيرة أعرفها. إيه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله؟ عم بمية دينا اسمعيني كويس. من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبة. لا طب وإنت عرفت إزاي؟ مش مهم إزاي، المهم انتي تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبه، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون. فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي، والتاني هيبقى معايا، والتالت هتوديه لهايدي، وبنفس الطريقه اللي رحت لها بيها المره اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حته وتروحي لها وتدي لها تليفون، وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش بأي حد غيري أنا أو أنتي وفقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبة؟ يعني كلها كلها؟ يعني أنا كمان متراقبة؟ أيوة دينا، بقولك كل مكالماتك متراقبة. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجة على التليفون تخلي دينا. دينا فاكرة المحل أيوة اللي كنا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. هو انا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين عن الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسفه. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. مسوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه خرجوا راحوا فين؟ دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة، ما تتخيرش عنها، هيكون روحوا فين يعني؟ واحنا شعرفنا يا اختي، هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع موسوكا دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، معرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجة مع جمالات دهيت، وجمالات وجوزها كده هو تلرمت لسلام ولا كلام والله. عاسب عاسب على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا يقعد يا ابن المفكوكه منك ليه من هنا. مش معقول يا كوريا انتي؟ انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيت يلمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده؟ صح. لا طبعا، يلا يا سوك. هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا
يلا يلا بالراحة يا سوك. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق ايه ده؟ يلا يا سوك. لما اخذ حاجة نام ان كان فيش حاجة. يلا يلا. على فكرة أنا ما كنتش نازلة اتفسح في الحارة ولا أعمل شوبينج، أنا نزلت عشان سندس كانت عايزاني أنزلها. عشان مين يا أختي؟ سندس؟ وأنت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي أنا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي أنا كمان قدام الناس، وبعدين أنا حرة أعمل اللي أنا عايزاه، مش هاخد رأيك قبل كل حركة أنا هعملها. أهو لا يا حبيبتي، أنا هنا ما عنديش حر. حرة دي هناك عندكم في الكامباود، لكن عندي أنا هنا أنا حرة يعني أنا لا مؤاخذة. آه فاهمة يعني إيه؟ ومشفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لما علينا الاسوه اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، طربه لي استريشت وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي؟ ما ده سمعتي وهي بس وحياه سعد ان مسكته لقوم انصل عليك وشبشب. استنى انت خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغة هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لا حد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشقله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي انتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا، فلوسك يا أمو فلوس، انتي زهقتيني بفلوسك يا أختي اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي. مش شكرين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي يشيله ويحط عليك يا بعيد. ده انتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انت مين اللي زقك عليا يا بنت؟ انا عايز افهم. لازم تعمل كل الحاجات اللي انت متخيل انك ما تعرفش تعملها او حتى ما ينفعش تعملها. خد رقم تليفوني عشان لو فكرت بعت لي مسج، ابعت لك العنوان. كم انا مش عارف انت ساكت لنادر ده ازاي؟ ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيله. بس ايه ده؟ بس ما تبقاش عصبي كده، لا يطق لك عرق. خد زيق من المياه الغازيه دي هتروق اعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز ازيق انا. زيق ايه؟ ايه يا ابني العصبيه دي؟ ما هايدي دي بنتي انا مش بنتك انت. هو انا قلت انها مش بنتك؟ بذمتك انا قلت كده؟ ما هي العصبيه بتاعتك دي مخلياني احسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان النادر ده مطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي كنت انت كمان هتعرف مكانها وتودينا كلنا في داهيه. يا عمي بس انت يا عمي بتقول لي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرالنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطه وما احنا نلبسها ذنب بنتها، انت كمان متربي على ايديها. تزعليش منه يا ده انتصار، معلش. انت بتكلمني انا كده عشان خاطر الست دي؟ انا اتكلمني كده يا عم عشان دي اهانه انا اليوم كده اسمح بيها بعد اذنك يا عمي. Yeah.
حضرتك في موضوع. تحت عمرك، اتفضلي. لا بس اصلا انا ليا طلب عندك يعني قبل ما اقول لك الموضوع. قوي قوي، اتفضلي. انا عارفه يعني ان نجوان خدت الايد اللي اتمدد لها واللي طول عمرها بتطبطب عليها، بس برضه حضرتك ما تنساش ان انت اللي مسمي نجوان وطول عمرك بتعتبرها زي بنتك. واحد مننا يعني ما بنته غلطت برضه ما بيقدرش ينسى عليها، مش كده؟ عشان كده يعني انا جايه لك عشان اطلب منك انك لما تقبضوا على سي مروان بيه ما تاذوش نجوان. الهي يسترك، ابوس ايدك. انا بنتي غلبانه، انا بنتي عيله هو اللي ضحك عليها وغواها، صدقني. نقبض عليه ازاي يا ستي اذا كان البوليس نفسه مش عارف يوصل له؟ الورقه دي هي اللي هتوصلكوا ليه، بس زي ما وعدتني